السلام عليكم بنات كديري، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو من نهار جديد وفيديو جديد كالعاده، كما كنقول لكم دائما. اليوم جبت لكم الموديل اللي غادي يعجبكم، وسهل، ما كيديش الوقت بزاف، والقواعد ديالو راه القواعد ديالو بحال شكل ديال العبايه، اللي هو الكاش، اللي داير ضجه في التواصل الاجتماعي فيما دخلنا كنلقاوه. طلبوه مني بزاف ديال الكليان ديالي، قلت علاش ما نشارك معكم هذا الفيديو ونشارك معكم هذا الموديل باش تشوفوه باش تستافدوا منه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وكنتمنى القناه ديالي تعجبكم. واللي عجبت القناه ديالي، اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. وما تنسونيش في لي لايك. لي لايك هما اللي كما كنقول لكم دائما، لي لايك هما اللي كيخليوا القناه تبان للناس الاخرين، وملي كتشاف القناه كتشجعوني كنعطيكم جديد. شكرا للاصدقاء ديالي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد، شكرا للاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، وشكرا لكم كما قلت لكم على الليك ديالكم، على الدعم ديالكم ليا، وعلى البارطاج ديالكم، وعلى التعاليق اللي كتعطيوني بزاف بزاف. شكرا لكم على الله يخطيكم. وهانتوما معايا، شوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، كنظن غادي يعجبكم وغادي تفهموه دغيا. سهل يعني سهل. غنحط لكم دابا الفيديو ديال الفصاله، ومن بعد موراه ان شاء الله غنحط لكم ديال الخيطه. وغنحاول هاد المقدمه ما درت حتى درت الفيديو، هذا الفيديو فيه شي 17 دقيقه تقريبا او 18. الاخر ديال الخيطه غادي ندير لكم صغير فيه غير ديك 10 دقائق الا بغى الله ان شاء الله. انتم معايا، بقاو معايا مع الفيديو من الاول حتى الاخر، وشكرا لكم، بقاو معايا. انا رجعت معكم البنات باش نفصلوا هاد عندها شكل كاب، هادي كاب كتلبس بغيتي بالحزام بغيتي بلا حزام. غنقول لكم لان حتى قطعت حتى فكرت قلت علاش ما نشارك معكم هذا الفيديو. هذا الموديل هذا فيه متر ونص في العرض، متر وخمسين في العرض، وخديت متر وخمسين الطول ديالو، خديت متر وخمسين. هادو البندات اللي كيدار بحال شكل عبايه كنديروه، هذا كيدارو جوج بندات فيهم 10 سنتيم في العرض، جوج بندات كنلاقيهم وكنزيدو ليهم دورات العنق كما دابا تشوفوها معايا. الكم غادي نديروه، الكم درت خديت 40 سنتيم من الكم، 40 سنتيم اللي هي هادي، وخديت 26 سنتيم من هذا اللي غادي نديروه بحال الشكل ديال الجرس. غادي تفصل بهذه الطريقه تقريبا وغادي تشوفوا معايا. دابا اللي غادي نفصل هو الاول، هو غادي نفصل هادي، غندير لها الداخل في الخارج. يسمحوا لي بعض المتتبعات ديالي اللي من الدول العربيه ما تيفهموش اللهجه ديالي، خصوصا خواتاتي من العراق، يسمحوا لي غادي نحاول نهضر بشويه، تقدروا تفهموني الا كنهضر بشويه. دابا غادي نشدو هذا الثوب، غادي ناخذ هذا الثوب اللي فيه متر وخمسين على متر وخمسين. طوينا العرض الطول ديالو، درنا متر وخمسين في الطول، وطوينا ديك متر وخمسين اللي هي هادي. كنديرو الداخل في الخارج، يعني الداخل في الخارج كنطويو على جوج على اثنان بحال هكا، وكناخدو هنا اللي مسدود، هنا مسدود، وكنديو لهاد الجهة كنكروزيه بحال هكا. كناخدو المقاسات ديالنا، كناخدو القياسات ديالنا دابا هنايا ديال الصدر وديال لي هونش يعني الحوض وديال الكتف. الكتف دائما كالعادة البنات كيتقسمو الكتف على جوج، غادي نديرو الكتف ديال هادي 21 في النص ديال الكتف عندها 42، غادي نهبطو ب 26 سنتيم. كنقسمو الكتف، عطاتنا 21، ديك 21 كنزيدو ليها 5 سنتيم تتولي 26 هي باش كنهبطو، عطا نحطو المقاسات ديال الصدر ديالنا. 26 هي هادي، 26 هكا كنعبر، غادي نعبر هنايا 32، غنزيد شوية لقدام. علاش درت هاد الطريقة؟ باش يجيني عريض، باش ناخذ يجيني لتحت ديال اللبسه ديالي يجي عريض. كنهبط من فوق الكتيف، كناخذ العبار ديال لي هونش يعني ديال الورك، كنعبر 60 سنتيم الورك، غادي ندير 35 سنتيم في الورك. هنا الحزام غناخذ ارتفاع الحزام، غناخذ 42 وغادي نقص على الصدر سنتيم، غندير 31. هي هادي 31. كنتمنى الطباشير يبان، لان ما كيبان الطباشير الاخوان هانتوما والاخوات، الطباشير كان كيبان لكم يمكن. دابا دابا عاد كناخذ دابا نفصل كيف ما بغيت. هنا غادي ناخذ الطوطال العبار شحال فيه من فوق الكتف، بالكتف بكلشي بالتقويره وكله، فيه 31. كنجي هذا دابا اللي فوق فاش خديت 31 في هذا، كنجي دابا كندير بحال هكا، كنجي لهذا
اللي مفتوح على 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 جوج يعني على اثنين، كناخذ هنايا غادي ندير لان غتزاد فيه الباندا غندير غير 29، غندير هنا غير 29 لان غنزيدو فيه باندا 29 اللي هي هذه، وكنربحوا العرض ديال الكاب ديالنا. الكاب ديالنا كان فيه غير 35 في الربع، دابا شوفوا ملي فصلنا بهذه الطريقه عندنا 44 في الربع اللي بقات لينا. دابا جانا مزيان، كناخذو حتى نديرو ليه بحال هكا، كنحتفظوا على هذا بيدينا وكنشوفوا عاوتاني حتى هذا كنحتفظوا عليه بيدينا وكنديروا ليه بحال هكا. هانتوما بحال هكا كنديروا ليه حتى كنحطوه مزيان. ملي كنحطوه مزيان كنشوفوا المقاسات ديالنا واش هما هادوك، غنحاول نجر لكم باش يبان. كنشوفوا المقاسات ديالنا واش حتفظنا عليهم وكنحلو هنا، كنقطعوا هنا دابا بالمقص. قطعوا دابا بالمقص، شوفوا معايا كناخذ هذا اللي مسدود، هذا اللي مسدود وهذا اللي مفتوح كنخليه هنا وكنقلب واحد على الاخر. كناخذ الكتيف من هنا، هذا هو الكتيف ديال تحتاني، هو هذا، هذا هو الكتيف، كنشدو كنجيبو لهاد الجهه كنقلبو. هذا هو الامام، هو هذا، وهذا الخلف، كنحطوه بحال هكذا واحد على الاخر كما كتشوفوا معايا بحال هكذا. كنقادو مزيان، عاد دابا كنقاد المقاسات ديالي كما بغيت. كنقادو المقاسات ديالنا مزيان، الى قدينا الكاب ديالنا بحال هكا كنشوفو هنا واش مقاد عندنا، يعني مشى كله مقاد. الا فيه شي حاجه كنخرجو لهاد الجهه العيب، الا فيه شي عيب ولا شي حاجه كنخرجو لهاد الجهه البلاصه اللي ما مقاده لينا المقص. بهاد المرات كيزهق لينا البلاصه اللي ما مقاده كنقادوها مزيان. هانتوما نفس القياس من فوق حتى لتحت. دابا كنشوفو المقاسات ديالنا كي غادي نحطوهم هنا. الكتيف هنا العرض ديال الكتيف ديالنا كنهبطو ب 15 سنتيم وكنعبرو هنا فيه 21، كنهبطو ب 15 سنتيم هي هذه، وهنا كان غادي نعبرو غير 20 سنتيم تقريبا هي هذه كنت فين حطيت. كنجيو بطريقه دائريه، حق الخياطه كنخليهم من بعد. كنجيو لي هونش ديالنا هما هادو، الحزام هو هذا، الصدر هو هذا. كنجي لهنا كنسطر من هنا حتى لتحت حتى الجلال. الجلال يعني هنايا هو الجلال، هو الدوره ديال الكاب ديالنا ديال التحت. كنحط هنايا وكنطراسي من لي هونش، من يعني من الورك، وانا كنطراسي حتى لتحت. دابا كنفصل الكاب ديالي، نقطع كلشي هنا، ما ننساوش هنا، نسيت هنا كنطيحو الكتف، كنهبطو بثلاثة سنتيم، دورة العنق 8 سنتيم، كنمشيو من 3 سنتيم لعند 8 سنتيم هنايا. هنا كنهبطو بجوج سنتيم طريقة دائرية، نحاولو نقادوهم مزيان. دابا باش تشوفوني مزيان غادي نقطع طرف طرف. هنا كنخلي حق الخياطة سنتيم سنتيم ديال الخياطة، هنا كنفازي دابا اللبسة ديالي، كنمشي حتى كنخرج بشوية بشوية حتى كنمشي في الأخر خاوي، ما يعني ما كنقطعش في الأخر، كنقطع قلة من كنقطع في الاخر قل من سنتيم في الاخر. هنا كنجي كنقد الكتاف ديالي، كنمسح الكتاف، هنا كندخل بجوج سنتيم بطريقه دائريه. نقد شويه نوريكم واحد الطريقه زوينه
كما كنقولها لكم بالنسبه للاخوات اللي دخلوا معايا في القناه كيتفرجوا مؤخرا، الا بغينا نقادو هنايا بلا ما نحيدوا 4 سنتيم ما كنعرفوش واش جات هي هذه كلها، لا كناخذوا هاد الجناب كنديوهم للوسط بحال هكا هاد الطريقه كنعرفوا شحال خاصنا نحيدوا. هانتوما بحال هكا، هنا كتعرفوا شي حاجه داخله وشي حاجه خارجه. هنا كنضربوا بالمقص على حد هنايا، كندير فيه ضربه بالمقص هنا وهنا، كنجي لهنا اللي ضربت بالمقص وهنا اللي نضرب بالمقص، وكنطراسيه يمشي ديريكت بحال هكا نيشان. ملي غنقادو غنوري لكم، هانتوما واحد كبير على واحد، يعني هذا علاش نقطو، كنحلوه بحال هكا نشوف واش مقاد، الا فيه شي حاجه كنقادوها، هذا ما فيه والو جا هو هذاك. كنجيو للفوق هنايا باش كنقورو سميتو، هنا التركيز ديالنا كنديرو بحال هكا، خصنا هنا تبقى جوج او ثلاثة سنتيم، انا خليت ثلاثة سنتيم باش كيجي التركيز شويه داخل. هنا البنات غادي نعبروا الفي ديالنا، غادي نديروا الفي ديالنا هنا، غادي نديروا فيه باندا، غنعبروا 26 سنتيم اللي هي هذه 26 سنتيم هي هذه. وملي غادي نقطعوا ما غاديش نخليو هاد هنايا القنت هنايا اللي داير هكا، ما نخليوهش، خصنا نجيو طريقه دائريه وغادي وكنقطعوا غير هادشي اللي كبير، لان خلينا في الاول القياس ديالنا. هانتوما غادي نوصل هنا، غادي نمشي بطريقه دائريه، هنا غادي نبقى نقطع غير هاد الحاشيه. كنتمنى يعجبكم، واللي عجبته القناه ديالي اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، وما تنساونيش في لايك الا جات على خاطركم. بالنسبه للاصدقاء ديالي الجدد انا غنحيد شويه يتقاد صافي، ومرحبا بكم مره اخرى للجداد للقدام وحتى اللي غيدخلوا معايا جد ان شاء الله. هذا دابا اللي بقى لينا هو الكم ديالنا، الكم ديالنا الباندا اللي غنوريكم، الباندا اللي غنديروا فيه هاد الباندا دابا فيها 1.50 متر جوج طروفه، ولكن 1.50 متر كتجينا غير حتى لهنا، اللي كتجينا دوره العنق ما كتجيناش حتى لدوره العنق لهذا الطرف اللي في اللور، ما كتوصلوش دوره العنق اللي هي هنا ما كتوصلوش هذه البنده، لان هذاك هو العرض ديالو. بحال دابا الا لقيناه من هنا بحال هكا، من هنا هذه البنده كتجي حدها هنا ما كتفوتش، كنزيد واحد البنده اخرى حتى لهنا باش يجي قد هذا، كنزيدو 16 سنتيم اللي كيوصلنا لهنايا هي اللي كنزيدو ليها. دابا اللي بقى لينا هما الكمام، البنات اللي غادي نفصل معكم الكمام، خديت فيهم 40 سنتيم لان غنزيدو لهم داك فم الكم اللي بحال جرس، غادي نطويه هكا على جوج 40 سنتيم حيت فيه 1.50 متر. غادي نجيب هنا اللي مقد هذاك، غادي نردو الفوق باش تقطع بالمقص، غادي ندير هنايا 26 سنتيم تقريبا، 26 سنتيم اللي باش هبط في الصدر هي اللي غادي ندير هنا باش نقدر ناخد سميتو ونقطع، ومن بعد باش يبقى لي غير في ديك 23 تقريبا او 24. الكم ديالي غادي نحاول نشوف التركيز ديالي فين جاني، غادي ندير بحال هكا، غادي نشوف التركيز ديالي فين جاني، جاني كما قلت لكم في 24 فاش جاني التركيز ديالي بحال هكا. الا كنتو بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما يعرفوش يصوبوا التركيز، تقدروا ديروا بهذه الطريقه عاد تدخلوا بجوج سنتيم. هنا غادي نعرف شحال باش غادي نهبط، غادي نهبط خبر 15 سنتيم اللي هي هذه، وغادي ندخل بجوج سنتيم وغادي نمشي بطريقه دائريه بحال هكا. اللي بغى يعرف الطريقه ديالكم كيفاش كيتفصل لكم بوحدو كاين عندي في القناه، يدخل عندي القناه كاين. هنا كنشوف التركيز ديالنا واش جانا هو هذاك، التركيز ديالنا جانا كما قلت لكم في 24 هنا، يعني خصني ندخل مازال نقطع هذا، نقطعو هذا هو الاول نحيدو هذاك اللي كيطع لنا نحيدوه من الديبار، وغادي ندخلو بجوج سنتيم كما قلت لكم ونمشيو بطريقه دائريه بحال هكا. كما قلت لكم اللي بغى لكم يدخل، راه كاين عندي وهنا كنهبطو ب 15 سنتيم. دابا غنوريكم التركيز ديالي كي جاني، نقاد شويه اللي عندي هنا
نوريكم التركيز ديالي كي جاني والقياس واش جا قد الكاب ديالي ولا ما جاش قد الكاب. كنديروا هكا كنخرجوا هاد سنتيم ديال الخياطه كندير هكا كنلقى زايد عندي شويه، هاد شويه اللي زايد عندي غادي يجي قد هذا قد هذا. عرفتوا علاش؟ ان غادي نحاول نشبعوا هذا لهذا باش يجي من هنايا مبوفون شويه. هنا الكم ديالنا هو هذاك القد هذا فيه شويه خرج، غادي نمشي لفم الكم اللي هو هذا اللي غنديروا فيه الجرس ديالنا الكماله ديال الجرس. غادي نعبروا هنايا 17 سنتيم هي هذه زائد واحد هي 18 سنتيم. كنطراسيو من هاد 18 حتى لتحت الباط حتى لهنا حتى لتحت البيت اللي هنايا فاش غادي نديرو. غادي نقطعو هاد دابا الكم ديالنا، غادي نقول لكم شحال فيه الكم ديالنا، خص يبقى لينا في 58 تقريبا. هذا فيه دابا 38. غادي ناخذ الثوب ديالي اللي هو هذا غادي نديرو كامل بحال هكا، هو هذا هذا فيه 1.50 على 26 سنتيم. غادي نقادوه مزيان بحال هكا، داكشي المقاد خصنا نردوه للفوق هانتوما بحال هكذا. الكم ديالنا غادي نردو هنا لهنا، بغينا نديرو لي فرونس كنديرهم، ما بغيناش بلاش هذا غادي ندير ليه لي فرونس. غادي نخرج البنات لي فرونس لهنايا، غادي نخرج 10 سنتيم ديال لي فرونس وغادي نطراسي على حد الكم هنايا وغادي نمشي بحال هكا. غادي نمشي بالطريقه من هنا حتى القنت حتى لهاد الزاويه. كنجيب المقص ديالي كنقطعو بحال هكذا كما كتشوفوا معايا. ملي كنقطعو شنو كنديروا ليه؟ كنديروا ليه نفس الطريقه اللي درنا، نقادو شويه من هنا نخلى خرج شويه من هنا. كنديروا نفس الطريقه اللي درنا لهادي باش يجينا داير. كنجيبوا الجنب هاد الجنب كنديوه للوسط لهنايا وكنجيبوا عاوتاني هنا لهنا حتى كنقادو كنحيدو اي حاجه خرجت باش يجينا داير طريقه دائريه. هذه احسن طريقه باش تدوروا الحاجه اللي بغيتوها تجي دايره بلا ما ديروا الطريقه السنتيم. هذيك حتى هي هذيك زوينه، غير هذيك تمشي شويه تشد الوقت. ها انتم كنديروا بهذه الطريقه كيجي هو هذا. من بعد كنحلوه الا فيه شي حاجه كنقادوه وكنجيو لهذا الفوق حتى هو كنقادوه باش ما يجي نازل من جهه ويبقى من جهه من جهه. ها انتم شفتوا بحال هذا دابا هنا خصو يتقاد مع هنايا، هنا خصو يتقاد مع هنا. كنديرو بحال هكا مع الثوب غليظ، خصنا نقطعو واحد بواحد. كنحلو كيجينا دابا دائري بحال هكا، وهنا حتى هو دائري، وهنا كنديرو الكمام ديالنا. كنجيو لهنا اللي مسدود كنحطو فيه الكم ديالنا بحال هكا كيما كتشوفو معايا، وكنديرو لي فرونس ديالنا هنايا هانتوما بحال هكا. هو ماشي كلوش ايفازي ولكن فصلناه الطريقه ديال الكلوش. وغنقول لكم شحال فيه، فيه في التوتال فيه 60 سنتيم في التوتال هي هادي. غنخيطو هنا غنديرو لي غير السورجي، غنخيطو هنا سنتيم وهنا ما بين هنا وهنا سنتيم والفوق سنتيم، يعني غيشيط لينا هو هذا. حتى الا بقات فيه 57 سنتيم ماشي مشكل. وهذا هو الكم ديالنا البنات. هذيك هادو البندات كما قلت لكم قبيله هما هادو. الكماله اللي غنزيدو لها ديال 16 سنتيم غادي نقطعوها على هادي، ديك 16 سنتيم غنقطعوها على هادي. الا كان مخطط خصكم ترعيو دوك الخطوطه، الا ما كانش مخطط ماشي مشكل. كناخدو 16 سنتيم زائد 2 سنتيم ديال الخيطه هي 18 سنتيم هي هادي. هادي هي اللي كنلاقيو البنده ديالنا كنحطوها هكا، كنديرو هاد وحده من هنا وكنديرو الاخرى بنده اخرى من هنا باش هادي كتجينا في دوره العنق وكتجي هادي مع الخياطه ديال الكتف. وهادي هي الكاب ديالنا اللي فصلت معكم اليوم. هاد لي كاب دابا هما اللي كاينين في الطوندوس، راه كما كتشوفوا في التواصل الاجتماعي بزاف ديال الناس كيطلبوهم وبزاف ديال الناس كيطلبوهم ليا. قلت علاش ما نشارك معكم هاد الفيديو لعل وعسى يعجبكم. وكنتمنى اي واحد شاف القناه ديالي ما ينسانيش في لي لايك وشي تعليق يكون زوين. الا عجبتو بطبيعه الحال الا عجبتو القناه ديالي شكرا لكم. بقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي يعجبكم بزاف بزاف وغادي تفهموه بزاف بزاف. والا ما فهمتوا شي حاجه قولوها لي في التعليق وانا راه هنا اشاره ديالكم. غادي نحط لكم هذا الفيديو من بعد ان شاء الله، غنحط لكم ديال الخياطه من وراه
ديال الخيط يقدر يجي صغير يعني قصير على هذا. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.